السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم لنا حصة مع درس التعبير الكتابي تحت عنوان كتابة نص إرشادي. إذن سنتعرف في هذا الدرس عن كيفية أو عن طريقة كتابة إرشادات أو نص إرشادي متعلق بموضوع معين. إذن لنبدأ على بركة الله مع النشاط الأول، أكتشف وأتدرب. قمنا بزيارة مدرسية إلى معصرة عصرية للزيتون. في باب المعصرة طلب منا المسؤول الالتزام بمجموعة من الإرشادات، وسلم كل واحد منا بعض الوسائل الوقائية قبل الدخول إلى المعصرة. إذن ألاحظ الرسوم وأكتب نصا إرشاديا تحت كل رسم كما في المثال. إذن بالنسبة للنص الإرشادي هو عبارة عن توضيح أو جمل دقيقة موجهة ولا تقبل التأويل، معانيها واضحة. مثلا لاحظوا معي الصورة الأولى، الطفل يرتدي الحذاء الواقي، أنتعل حذاء واقيا قبل الدخول إلى المعصرة. إذن بالنسبة للصورة الثانية، لاحظوا الطفل ماذا يفعل. إذن فهو يشير إلى الخوذة الواقية للرأس. إذن أضع الخوذة الواقية للرأس. إذن بالنسبة للصورة الثالثة، لاحظوا ماذا يفعل الطفل، فهو يغسل يديه بسائل مطهر أو معقم. إذن بالنسبة لهذا انتعل، إذن يجب أن يكون بصيغة الأمر، إذن اغسل يديك بسائل معقم أو مطهر، نفس الشيء. بالنسبة للصورة الثالثة، لاحظوا معي الطفل ماذا يفعل، فهو يضع القفازين الحاميين الواقيين للأيادي. إذن ضع قفازتك أو ارتدي قفازتك، ضع قفازاتك أو ارتدي قفازاتك. لا تدخل المعصرة المعصرة دون لبس الميدعة. الميدعة هي هذا الثوب الذي يوضع فوق الملابس. إذن بالنسبة لي عند كتابة نص إرشادي سيجب أن نلتزم بما يأتي. أولا يجب أن تكون جمل دقيقة موجهة، نقدم فيها إرشادات واضحة ومباشرة ودقيقة. يجب أن تكون هذه الكتابات مرتبة ومتسلسلة، يعني مرتبطة فيما بينها. وأيضا أستعمل فعل أمر أو لا النهي، افعل، ضع، ارتدي، اغسل مثلا، او لا تدخل، لا تفعل، لا مثلا لا تضع، هكذا. اذن فهي جمل امرية او جمل للنهي تبتدئ بلا الناهية. اذن لنمر الان الى نشاط الانجاز. بالنسبة لنشاط الانجاز، اكتب نصوصا ارشادية بخط واضح على لوحة، أقدم فيها توجيهات لزوار الغابة وأعلقها على جذوع الأشجار في الغابة لينتبه لها هؤلاء الزوار، مثل استمتع بجمال الغابة وحافظ عليها، لا ترمي الأزبال في الغابة. إذن يجب أن نقترح نحن كذلك ثلاث نصوص إرشادية لنتمم الفراغات. إذن سأقترح عليكم النص الإرشادي الموالي. إذن تجنب، بفعل الأمر، تجنب أسباب الحرائق. تجنب أسباب الحرائق. أيضا يمكن أن نكتب كنص إرشادي، لا تقطع الأغصان أو الشجيرات. لا تقطع، فقط من أجل اللهو. إذن فهو بتوجيه لا الناهية، لا تقطعي
الأغصان الفتية والشجيرات. إذا بالنسبة للجملة الإرشادية الأخيرة، سأقترح عليكم اسقي النباتات أو الأزهار وحافظ عليها، أو حافظ على مثلا نظافة الغابة مثلا. إذا هناك مجموعة من التوجيهات والإرشادات بخصوص مجال الغابة، سبق أن تعرفنا عليها خلال الدروس القرائية والنصوص القرائية التي سبق ورأيناها طيلة أسابيع هذه الوحدة. إذا يكفي فقط أن نرجع إلى تلك النصوص، وسنتعرف مجموعة من الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالغابة للمحافظة عليها، ويمكن أن يعني نأخذ بعض الجمل والعبارات ونحولها على شكل أمر أو نواهي ونكتبها في هذا النشاط. إذا بالنسبة لكتابة نص إرشادي، فنص إرشادي يجب أن نلتزم بثلاث أمور رئيسية. أولا، يجب أن نقدم إرشادات على شكل جمل واضحة مباشرة ودقيقة، يعني مفهومة ولا تقبل التأويل. كتابة توجيهات مرتبة ومتسلسلة، يعني أن نكتب توجيهات مجموعة من التوجيهات تكون مرتبطة فيما بينها مرتبة ومتسلسلة. يجب أن تكون هذه الجمل يعني تبتدئ بفعل أمر، يعني افعل، اترك، افعل كذا وهذا، أو لا النهي، لا تكتب، لا تفعل، لا تف... يعني نستخدم لا النهي، يعني هذه الجمل على شكل أوامر أو نواهي. إذا أصدقائي، إلى هنا ينتهي لقاؤنا الذي جمعنا خلال هذا الفيديو الخاص بكتابة نص إرشادي. إلى حين نلقيكم في فيديو قادم إن شاء الله تعالى، إلى اللقاء.